قال عن خالد بن عمير قال خطب عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. شوف الخطبة دي جميلة كيف وكلمات ذاتها كلمات فيها توفيق. قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم. آذنت يعني أعلنت بصرم يعني أو بصرم يعني بانقضاء، يعني الدنيا دي أعلنت إنها خلاص زالت انتهي. وولت حذاء، ولت حذاء، حذاء يعني مسرعة، خلاص مشت مسرعة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، هكذا عند ابن الجوزي وفي بعض الروايات يصطبها صاحبها، بقى فيها حاجة بسيطة بس. وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها، بعدين بتمشوا لشنو؟ للآخرة. الكلمات دي يا جماعة لو الناس فكرت فيها عجيبة مرة واحدة. تخيل الزول المشرك ده يعاديك في الدنيا، دين دخلوه النار ما بيقعد سنة ولا سنتين ولا 200 سنة ولا 300 سنة، خالدين فيها أبدا، يعني زول في عذاب ما بينتهي مرة واحدة، ما في نهاية. كل انت لو فكرت في خالدين فيها أبدا دي كان الزول فر من أي معصية ومن كل أنواع الشرك والبدع. تازل لو خدتوك في غرفة مكيفة ومروحة وفيها ثلاجة وقال لك اقعد شهرين لا تتكلم مع زول ولا يتكلم معك زول، ما بتقلق؟ تقلق يا أخي والله أنا شغل زي ده ما بينفع معي، تقول لهم كده وانت قاعد في نار. قال لك بعدين وما في مرقى، كل جوع عطش تعب عذاب. نسأل الله العافية والنجاة.